بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ إن شاء الله النهاردة أول محاضرة في برانش الروماتولوجي. عامة هو الروماتولوجي واحد من البرانشات الصغيرة والإنترستنج في البراكتس. على قد ما هو صغير لكن أكشولي في البراكتس بتاعه الروماتولوجي واحد من البرانشات الصعبة في البراكتس. صعوبتها الحقيقية في إن أنت يعني البرزنتيشن بتاع العيان بتاع الروماتولوجي بتلاقي غالبا في أحيان كتير قوي العيان بيبقى عنده different presentations. كتير من الحاجات الامراض اللي بتصيب الجوينتس بيبقى عندها اكسترا ارتكولار مانيفيستيشنز، وساعات بقيه المين برزنتيشنز في الاول راذر ذان ان انت ممكن تعتبر الجوينت بين او الجوينت كومبليكيشن بشكل سن او بشكل حاجات، فان انت تربط الحاجات المختلفه عشان خاطر في الاخر توصل للدياجنوسيس هو ده يمكن صعوبه الروماتولوجي. لكن غير كده الروماتولوجي واحد من البرانشات الممتعه جدا جدا في البراكتس بتاعها، واللي انا بنصح بشده لو حد يعني لسه يعني ما خدش بوست في الانترنال ميديسن عايز سبيشالايز في الروماتولوجي. اولا انه ما فيش عيان ما بيشتكيش من روماتولوجيك ديس اوردرز سبيشالي في الاولد ايج بيبل من سن 40 وانت طالع. المشكله الثانيه انه البرانش نفسه الناس اللي سبيشالايزد في الروماتولوجي قليلين. المشكله الثالثه انه واحد برضو من البرانشات انه اللي فيه تغيير وتجديد باستمرار، تلاقي فيه ابديتس على طول، ادويه جديده بتدخل و جايد لاينز جديده بتنزل. فا اكشوالي يعني لو حد مش روماتولوجي صعب ان هو يمانج روماتولوجيك بيشنت انليس ان هو يبقى حد سبيشاليز في روماتولوجي يعني كده. فعشان كده انا شايف الروماتولوجي واحد من البرانشات كويسه جدا جدا جدا. On the other hand بقى الانترنت الشاطر لازم يبقى covering topics بتاعت الروماتولوجي كويس قوي. ليه؟ لانه زي ما قلت لكم عشان خاطر تريد diagnosis في احيان كتير قوي العيان بيجي presentations زي البازلز لما تيجي تجمعها مع بعض توصل في الاخر الى روماتولوجيك presentation. فعشان كده الروماتولوجي as a branch بقى من internal medicine very very important branch ولازم نكون مركزين عليه كويس قوي. طيب في البدايه ان شاء الله انا هدخل لكم ب ابروتش مختلف. يعني احنا كنا دايما بنتكلم في الانترودكشن اناتومي اند فيزيولوجي والكلام ده، لا في الروماتولوجي هنبدا بابروتش مختلف. الابروتش اللي هو المدخل يدخلنا على الروماتولوجي نفسه عشان خاطر بعد كده نلاقي الكونسبتس دي سهله ومعروفه بالنسبه لنا، وتلاقي بعد كده كلامنا على اي موضوع في الروماتولوجي بقى سهل جدا جدا. المدخل بتاعنا او الانترودكشن بتاعتنا النهارده انا شايف دي اهم توبيك عشان خاطر تفهم روماتولوجيك ديس اوردرز او روماتولوجيك ديزيز كويس قوي. وهنتكلم فيها عن الابروتش تو روماتيك ديزيز، يعني هاو تو ابروتش تو روماتيك ديس اوردر. تلاقي كلام فيها جزء كلام كلينيكال وجزء كلام بيسك ساينس وجزء كلام انفستيجيشنال. فعشان كده انا شايف انه محاضره الجزء الاول من محاضره النهارده على قد ما هي introduction على قد ما هي تجميعة على قد ما هو ده الكي بتاع البرانش بتاع الروماتولوجي كله. طبعا الواحد يعني تعب قبل ما جهزها بالشكل ده عشان خاطر للأسف يعني مش كتير من الكتب بتتكلم في المدخل ده في بداية أي كلام في الروماتولوجي، فقعدت أجمع كلام من هنا وكلام من هنا عشان خاطر في الآخر تكريت المنتاليتي دي اللي هتبدأ تفهم بيها الروماتولوجي. اول حاجه خالص انا اتكلم في بدايه الاناتومي، نحط الترمس بتاعتنا والمصطلحات اللي هنتكلم بيها في الجوينت ستراكشر. هو الجوينت عباره عن ايه اصلا؟ يعني الجوينت ستراكشر ده عباره عن ايه؟ يمكن الصوره اللي قدامنا دي كده بتشرح لنا شكل الجوينت. الجوينت دايما هو التقاء مكان التقاء عظمتين مع بعض بيعملوا ارتكولار سيرفيسز. خلاص ربنا سبحانه وتعالى عمل ان الجوينت ده يبقى عباره عن كومبلكس ستراكشر. ليه كومبلكس ستراكشر؟ علشان خاطر بيكون من اجزاء وظيفتها انها تحمي البوني بارس اللي هما قريبين من بعض، وفي نفس الوقت فاسيليتيت الموفمنت تسهل الحركه وتسهل سلايدنج اوف بونز اوفر ايتش اذر من غير ما البونز نفسها تحتك ببعض او تعمل دامج لبعضها. في نفس الوقت تريجريت المسلز بقى المسل اكشن على الجوينت نفسه. فعشان كده زي ما احنا شايفين انه الجوينت ستراكشر في الاناتومي هو عباره عن كومبلكس ستراكشر. وبما انه كومبلكس ستراكشر زي ما هنشوف ان كتير من الامراض اللي بتأفكت وان يونت او ان ستراكشر اوف ذا جوينت هتلاقي في الاخر بيبقى ليها امباكت انها بتسربت الاذر بارتس اوف ذا جوينت.
يعني ممكن مشكله في جزء معين من الجاينت زي ما هنشوف كده. فور اكزامبل مثلا الساينوفيوم، الساينوفيوم ده زي ما هنشوف كده ده المفروض عباره عن غشاء مبطن بسائل موجود ما بين الارتيكولار سيرفيسز عشان خاطر يسهل الحركه بتاعتها. في مرض زي الروماتويد ارثرايتس لما بيحصل انفلاميشن جوه الساينوفيوم ده بيحصل حاجه اسمها ساينوفايتس. الساينوفايتس دي بتبقى سبريد بعد كده من الساينوفيوم وتروح بقى لبقيه البارتس من الجوينت نفسها، تروح ناحيه البون وتعمل ايروجنز في البون وتاكل في البون وتافكت بقى اذر بارتس اوف ذا جوينت وتعمل كومبليت ديسربشن اوف ذا جوينت. وهكذا حتى لو حاجه بسيطه، واحد مثلا عنده تينوساينوفايتس او عنده تندينايتس، مجرد بس ممكن التهاب في التندون او التهاب في زي ما هنشوف كده مكان التقاء التندون بالبون بيخلي الواحد يبقى عنده بين، والبين ده بعد كده يعمل ليميتيشن في الحركه، والليميتيشن في الحركه بعد كده كان بريتسبوز فور اوستيو ارثرايتس. يعني عايز اقول انه هو كومبلكس ستراكشر بس ما هوش كل واحده على حده، لا اللي هي كلها بتشتغل كوحده واحده عشان خاطر تريجليت الفانكشن. وبالتالي لو جالك ديزيز يضرب اي بارت في الجوينت هيؤدي الى ديسربشن في الجوينت از او. طيب تعال نشوف بقى الاناتومي اوف ذا جوينت ونركز على الاكسبريشنز اللي هنتكلم عنها النهارده عشان خاطر بعد كده الموضوع ده يبقى سهل. زي ما انتم شايفين كده ده الاناتومي اوف ذا جوينت، عندنا البوني بارتس، اثنين بونز اهو. الجزء طبعا عارفين البون في الجزء الاخير منها بنسميه ايبيفيسس خلاص، وبعد الايبيفيسس الاقرب بعد كده بنسميها الميتافيسس، وبعد كده الشافت اوف ذا بون ده لو بنتكلم فيه لونج بونز عامه. اوكي طيب احنا عندنا البوني بارتس الاثنين دول، ما بينهم بقى زي ما قلت لكم الارتيكولار سيرفيس اللي هو الجزء ده كده اللي هو البارت من البون اللي بيقابل الاذر بارت اوف ذا بون ده بنسميه ارتيكولار سيرفيس، وبيبقى متغطي بكارتريج. ليه؟ عشان خاطر البون نفسها ما تحتكش بعضها، لان لو حصل فريكشن ما بين البون هيبدا يحصل تاكل في البون، احنا مش عايزين كده. فربنا سبحانه وتعالى غطى لنا البون بكارتريج، جزء الكارتريج دوت بيسمح بالحركه وبيسمح بالموفمنت، ما بيحصلوش ايروجنز زي ما بيحصل للبون لو حصل فيهم احتكاك. طبعا عارفين ان الكارتريج ده هو اي فاسكولار تيشو، يعني ملوش بلاد سبلاي، لكن هو بياخد نيوترينتس بتاعته، هو نسيج حي بياخد نيوترينتس بتاعته من السراوندينج فلويد اللي مليان بقى اكسجين ومليان نيوترينتس عشان خاطر تو سبلاي الكارتريج. تمام، هتلاقي انه الجوينت بارت نقص بيه الوحده دي كلها دايما متغطيه بكبسول، يعني الجوينت نفسه بيبقى متغطي بجوينت كبسول، الجزء ده كده اللي احنا شايفينه ده كده هو ده يمثل الكبسول. اوكي اللي انا بشاور عليه بالقلم ده كده ده جوينت كبسول، اللي هو الكبسول اللي بيغطي الجوينت بارت. تمام، والكبسول ده بيبقى مبطن بساينوفيال لايننج، ساينوفيوم ده عباره عن غشاء، غشاء رقيق بيبقى جواه فلويد، الفلويد ده اللي بيساعد ان هو شوك ابزوربنت في نفس الوقت بيسهل الحركه بتاعت الجوينت نفسها. فالسينوفيوم ده عباره عن سائل، سائل بيبقى عباره عن كونكتيف تيشو بيبقى ليه لزوجه عاليه، في فايبروس، في اذر نيوترينتس زي ما قلت لكم عشان هي دي اللي هتسبلاي كارتج بارت اوف ذا بون، لكن ميزتها انها بتمتص الصدمه وبتفاسيليتيت الموفمنت بتاعت البون نفسها وبتمنع احتكاك البوني بارتس ببعضها. اوكي يبقى ده عرفنا ايه هو الكبسول وايه هو السينوفيوم. طيب بره السينوفيوم ساعات في بعض الجوينتس بتلاقي في حاجه اسمها بيرسا. ايه البرسه دي؟ البرسه دي برضو عباره عن غشاء تاني في فلويد عشان خاطر نفس الكلام يحمي الجوينت نفسه، يعني ممكن يبقى موجود، بيبقى موجود بره طبعا الجوينت كبسول عباره عن غشاء زي السينوفيوم كده بس جواه انذر فلويد بيسميه برسه عشان خاطر تقلل الفريكشن ما بين السراوندنج تيشو مع الجوينت نفسه. وعايز افرق ما بين التندون خلاص وما بين الليجامنت، هو في فرق ما بينهم؟ التندون نقصد بيه اللي هو بيبقى نهايه العضله، يعني التندون ده هو ده الاند اوف ذا ماسل خلاص. اما الليجامنت لا ده عباره عن فايبر ستيشو برضو نفس الاستراكشر بتاع التندون بس ده بيربط عظمتين ببعض، يبقى اذا الليجامنت هو فايبر ستيشو بيكونكت تو بونز وذ ايتش اذر. اما التندون هو فايبرس تيشو خلاص بيكونكت المسل بالبون.
وهنلاقي ان نقطه التقاء كل من التندون مع البون او الليجامنت مع البون بنسميها انتسيس. اوكي، يبقى الانتس دي هي نقطه الاتاتشمنت ما بين الليجامنت او التندون مع البون اللي بيحصل فيها انفلاميشن بنسميه انثيايتس. نفس الكلام البرسا لما بيحصل فيها انفلاميشن بنسميها برسايتس. السينوفيا لما بيحصل فيها انفلاميشن بنسميه سينوفايتس. يبقى ده عامه الوول بيكتشر اباوت ذا ستراكشر اوف ذا جوينت. يبقى الجوينت هو مكان كومبلكس ستراكشر، مكان التقاء تو بونز. في عندنا مجموعه من الحاجات اللي موجوده عشان خاطر زي ما قلت لكم تسهل الحركه وتمنع الفريكشن وتعمل بروتكشن للبوني بارتس. اتكلمنا اول حاجه خالص في البون الارتيكولار كارتريدج بتاعنا، وقلنا ده عباره عن كارتريدج عباره عن كولاجين والنكتيف تيشو بيحمي موجوده على سطح البون عشان خاطر يحميها من الفراكشن. اتكلمنا على الساينوفيا ممبرين بقى اللي هو بيعمل الكبسول بتاع الجوينت نفسه واللي جواه ساينوفيال فلويد عشان خاطر يسهل الحركه يعمل الشوك ابزوربنت. الليجامنت وقلنا عباره عن فايبرس تيشو بيكونكت تو بونز ويز ايتش اذر. التندون لا ده عباره عن فايبرس تيشو بيكونكت المسل بالبون. اوكي، هتلاقي الاثنين تقريبا انهم نفس الاستراكشر يعني عباره عن فايبرس تيشو، بس التندون بيبقى مور الاستيك يعني فيه الاستين اكتر عشان خاطر يسمح بتمدد العضله قبضها وانبساطها. الانثيسيس زي ما قلت لكم هي دي البوينت بتاعه التقاء التندون او الليجامنت مع البون نفسه. والبيرسا في الاخر ده عباره عن فلويد، عباره عن ساك كونتيننج فلويد عشان خاطر برضو يقلل الفريكشن ما بين الجوينت وما بين السراوندينج ستراكشرز. اوكي، يبقى دي الـ different parts أو components of the joint. طيب بعد كده هنبدأ نتكلم بقى عن الـ approach بتاعنا لـ joint pain. زي ما قلت لكم هو الكلام هتلاقي فيه جزء كبير من الكلينيكال، وهتلاقيه تجميعة لكل الـ disorders اللي هنتكلم عليها بعد كده. في البداية لو أنت عيان جالك بـ joint pain، how to approach this pain؟ يعني إزاي أبدأ أعرف الـ joint pain ده سببه إيه؟ أول حاجة خالص لازم تعرف الـ source of the pain. ومش اقصد بيها السورس هو المكان، لكن اقصد بيها هنا السورس اوف ذا بين اللي هو النيتشر بتاع البين نفسه. هل البين ده يعني عباره عن ارتكيولار بين ولا بيري ارتكيولار بين؟ يعني ايه؟ يعني هل هي مشكله في الجوينت نفسه هنا في الجزء ده من الجوينت اليوني دي بتاعت الجوينت الكبسول الساينوفيوم والكارتريدج، ولا هي مشكله في السراوندنج بارتس دي سواء كان انفلاميشن في التندون تندينايتس او في البرسا برسايتس او في الانثيسيس انثايتس؟ هل المشكله في الجوينت نفسه في الجوينت كبسول نفسه ولا في السراوندنج تيشو ارتكيولر ولا بيري ارتكيولر؟ خلاص، طب تفرق؟ تفرق طبعا، لان الارتكيولر غالبا حاجه انفلاماتوري، بعضهم ممكن حاجات نون انفلاماتوري يعني ديجنريتيف ديس اوردر او انفلاماتوري ديس اوردر في البون او في الجوينت نفسه سوري، لكن غالبا الحاجات اللي بره ممكن تكون حاجات اما ميكانيكال تروما او حاجات سام سورت برضه انفلاميشن، بس هي يونت مختلفه خالص عن اليونت بتاعت الجوينت نفسه. فانا اول سؤال لازم اعرفه السورس اوف بين نفسه، هل دي مشكله في الجوينت جوينت بارت نفسه الجوينت كبسول والكارتج والسينوفيا، ولا مشكله من البيري ارتكيولار سيرفس اللي زي ما قلت لكم التندون او الليجامنت او البرسا او الانثيسيس؟ طيب اعرف ازاي؟ تعرفوا من النيتشر اوف ذا بين نفسه، علاقه البين بالحركه. خلاص، هتلاقي دايما ان لو مشكله ارتكيولر هتلاقي البين بتاعك بيبقى موجود سواء كنت في الباسيف موفمنت او في اكتيف موفمنت. يعني ايه باسيف موفمنت ويعني ايه اكتيف موفمنت؟ الباسيف موفمنت لما الدكتور نفسه اللي يحرك الجوينت. لو انت مثلا عندك مشكله في الالبو جوينت، انت هتعمل اكزامينيشن وتشوف لو في الباسيف موفمنت في بين وتقول له كمان يتني ويفرد كوعه ولقيت فيه بين، فمعناه ان البين موجود during passive movement و during active movement. ده suggest اكتر ان البين دوت النيتشر بتاعه او السورس بتاعه is articular pain. لكن في الناس اللي عندهم peri articular source of pain يعني جاي من حاجه من بره سواء كانت مشكله في تندون او في ligament، هتلاقي ان البين بتاعك بيزيد مع الموفمنت rather than الباسيف range of movement. يعني البين وهو بيحركه فولانترلي بيبقى فيه مور بين خلاص، غير لما انت تيجي تعمل اكزامينيشن وتحركه بشكل باسيف هتلاقي البين بتاعك بيبقى اقل. يبقى تمام، دي اول حاجه خالص ابدا افرق في السورس اوف بين، هل ده ارتكيولر
ولا بيري ارتكيولار. يبقى اجين في الارتكيولار هتلاقي البين موجود على طول سواء كان اكتف موفمنت او باسيف موفمنت. دي حاجه. الحاجه الثانيه في الاكسترا ارتكيولار بقى او البيري ارتكيولار اللي هو زي ما قلت لكم مشاكل في التندون او مشاكل في البيرسا، لا هتلاقي ان البين بتاعنا بيبقى موجود مع الباسيف موفمنت مع الاكتف، مع سوري الاكتف موفمنت اكتر منه في الباسيف. اوكي طيب ادي الفرق بين الارتكيولار والبيري ارتكيولار من حيث البين وعلاقته في الحركه. يبقى تاني في الارتكيولار هتلاقي دي طبعا امثله ليها يعني اوكي ان البين موجود على طول في الاكتف والباسيف، لكن في البيري ارتكيولار هتلاقي البين اكتر في الاكتف موفمنت عن الباسيف. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه مهم قوي ابقى عارف النيتشر اوف ذا بين، عرفت السورس اوف ذا بين ايه؟ نيتشر اوف ذا بين هل ده انفلاماتوري ولا نون انفلاماتوري؟ طبعا انفلاماتوري معناه ان في عندي انفلاماتوري بروسس، يعني في انفلاميشن. والانفلاميشن باي ديفينيشن بيبقى في ريكروتمنت لانفلاماتوري سيلز زي النيوتروفيلز وزي الماكروفيجز اللي بتعمل بقى بتطلع سايتوكاينز وبتمشي في الهول مارك اوف انفلاميشن. والهول مارك اوف انفلاميشن عباره عن كي ووردز، ثلاثة كي ووردز مهمين قوي اللي هو الريدنس والهوتنس والسويلينج. يبقى ريدنس وهوتنس وسويلينج. لو لقيت الكلام ده يبقى في عندك انفلاماتوري بروسيس، في انفلاماتوري بروسيس جوه الجوينت ده. كمان هنزود هنا واحنا بنتكلم في الجوينت، كمان هنزود كلمه كمان اللي هي المورنينج ستيفنس. يعني ايه مورنينج ستيفنس؟ مورنينج ستيفنس يعني يجي يقول لك انا بصحى من النوم بلاقي ايديا متخشبه او مفاصلي متخشبه. اوكي؟ وعشان خاطر اقول ان ده تيبيكال مورنينج ستيفنس لازم الديوريشن بتاعته تبقى مور ذان 30 مينتس. اوكي؟ ده برضو از انديكيشن فور انفلاماتوري بروسس. يبقى عشان خاطر تعرف ان في عندك الجوينت، الجوينت ده هل ده انفلاماتوري بروسس ولا نون انفلاماتوري؟ نون انفلاماتوري زي ايه؟ زي الديجنريتيف ديزيز، زي التروماتيك ديس اوردرز، كل الحاجات دي نون انفلاماتوري. طب انا عايز افرق بينها وبين انفلاميشن بقى، ترو انفلاميشن. يبقى لو لقيت ريدنس، هوتنس، سويلينج وستيفنس، كل الاربعه دول او كي ووردز كي الاربعه دول هم دول معناهم ان في عندي انفلاماتوري بروس. يبقى اول حاجه وانت بتابروتش البين لازم عارف السورس اوف ذا بين والنيتشر اوف ذا بين. نيجي بعد كده للنقطه الثالثه المهمه جدا جدا وانا شايف من اهمهم، وهو الكلينيكال بيكتشر نفسها بتاعت البين من حيث الانست والديوريشن. معنى هل هو اكيوت بين ولا كرونيك بين؟ يعني البين ده حصل لك مره واحده، كنت نايم مره واحده صحيت لقيت ايدك بتألمك او رجلك بتألمك، ولا حصل لك على فترات طويله خلاص، يعني الموضوع بدا يزيد معاك بالتدريج على مدار شهرين ثلاثه. دايما الاكيوت بين انت بتفكر في حاجه انسلت حصلت اكيوتلي، زي مثلا السبسس، انفكشن جت وضربت الجوينت خلاص، التروماتيك تروما، واحد عمل حادثه وخبطت وعملت له ديسربشن اوف ذا جوينت، او الكريستال انديوست. من اشهر حاجه طبعا كريستال انديوست اكزامبل ليها الجاوت، واحد نام وصحي لقى رجليه مرمى ومش قادر يدوس عليها. اوكي يبقى دايما الاكيوت سيناريو معناه ان في عندي اكيوت انسلت عمل المشكله دي زي السبسس او زي التروما او زي الجاوت او كريستال انديوست ارثروبسي. لكن الحاجات اللي بيبقى لها تاني مور انسيديوس اونست او كرونيك ديوريشن بتبقى حاجات زي مثلا ايه؟ زي الاوستيو ارثرايتس هنتكلم عنها ان شاء الله، والروماتويد ارثرايتس اللي هو التهاب المفصل الروماتويدي، وكونكتيف تيشو ديس اوردرز زي ما نشوف كده اس ال اي بقى ودرماتوسايتس ومشتقاتها، وساعات بقى سم تايبس اوف كريستال ارثروباسي يجي بشكل كرونيك، يعني واحد بدل ما كان عنده اكيوت جاوت لا ده فضل عنده يجيله بشكل ريكانت اتاكس، ريكانت اتاكس بقى كرونيك جاوت. يعني لكن الحاجات الموست كومن بيبقى ليها زي ما قلت لكم انسيديوس اونست او كرونيك ديوريشن، تفكر كده الاوسيو ارثرايتس، الروماتويد ارثرايتس، الاس ال اي واخواتها، وسم تايبس اوف كريستال ارثروباسي. يبقى تاني انا بشوف اول حاجه هل البين دوت جاي من الجوينت نفسه هو ارتكيولار بارت ولا من البري ارتكيولار تيشو، تاني حاجه ده انفلاماتوري ولا نون انفلاماتوري، وبعدين الانسب بتاعي ده اكيوت ولا كرونيك. اخر حاجه ودي اهم حاجه في الابروتش نفسه للجوينت بين هو الكلينيكال اكزامينشن. الكلينيكال اكزامينشن بيهمني جدا في نقطه الديستريبيوشن بتاعه الجوينت افكشن نفسه.
يعني ايه الديستريبيوشن؟ هو الباترن اوف افكتد جوينت. خلاص اقصد بيه هل المشكله دي في جوينت واحد يسموها مونو ارثرايتس، ولا في جوينتس كتيره اكتر من خمسه اكتر من سبعه ويسميها بولي ارثرايتس، ولا هل المشكله في ثلاثه اربعه جوينتس بس ويسميها اوليجو ارثرايتس. بالتالي انا من خلال الفحص من خلال الهيستوري من خلال الاكزامينشن بشوف هل المشكله في جوينت واحد بيسموها مونو ارثرايتس، ولا في من ثلاثه اربعه جوينتس يبقى اوليجو ارثرايتس، ولا اكتر من كده بيسموها بولي ارثرايتس. وهتفرق في ايه؟ طبعا هتفرق، اوكي؟ لان في عندنا بعض الامراض اللي بتصيب جوينت بس، يعني زي مثلا ايه؟ الانفكشن. اكيد صعب قوي ان واحد جاله سيبسز في كذا جوينت ويقعد يتنقل، او غالبا بتبقى في وان جوينت بس. فالسيبتك ارثرايتس بتبقى مونو ارثرايتس، واحد من الديفرنشال دياجنوستس اوف مونو ارثرايتس. ايضا الجوت، كريستال انديوس ارثرايتس، الجوت ممكن يصيب اثنين ثلاثه، لكن ممكن يصيب جوينت واحد. تلاقي واحد جاي مره صحي من النوم قال لك كعب رجلي مورمه ومحمره. خلاص هو جوينت افكشن، طبعا ممكن تكون سيبتك ارثرايتس، ممكن تكون جاوتي ارثرايتس. ساعتها هنشوف بعد كده هاو تو ابروتش بعد كده، بس حاطط ايه الديفرنشال دياجنوست بتاعي للمون ارثرايتس. طب الاوليجو ارثرايتس لما تكون من 3 4 جوينت، ممكن تكون الكريستال انديوز ارثروباسي احنا اتكلمنا عليها، ممكن نوع اسمها سبونديلو ارثرايتس دي ان شاء الله هتكلم عليها، في حاجه اسمها سيرو نيجاتيف ارثرايتس اللي هو نوع من ارثرايتس بيصيب المفاصل بتاعه الظهر اكتر، يعني ممكن يصيب طبعا الساكرو ايليك جوينت على الناحيتين، ممكن يصيب طبعا بعض الانترفيرتبرال جوينتس، ممكن يبقى معاها ركبه. ف يعني ذيس باترن بيبقى من 3 4 جوينتس، تعرف ان اسمه اوليجو ارثرايتس. خلاص الستيلز ديزيز ده سب تايب برضه من الاوتو اميون او انفلاماتوري ارثرايتس، بتصيب برضه جوينتس، ممكن تصيب بولي ارتكلرز او ممكن تكون اوليجو ارتكلرز، بيبقى غالبا في اليونج ادلتس، شبه شويه الروماتويد ارثرايتس لكن الباثوجينز بتاعها مختلف شويه. فده لو اوليجو ارثرايتس. طيب البولي ارثرايتس هتلاقي بقى القائمه كبيره شويه، يعني لو حد عنده افكشن في مور ذان وان جوينت، بيقول لك في ايديا ورجليا ورقبتي وركبي، فساعتها انت بتفكر في سيستميك افكشن دي اكتر من جاينت. زي ايه الحاجات اللي ممكن تعمل كده؟ هنشوف مع بعض الاوسيو ارثرايتس، الروماتويد ارثرايتس، الاس ال اي والكونكتيف تيشو ديس اوردر والفاسكيلايتس، اللي هي بقى القائمه اللي هنتكلم عنها ان ديتيلز. فاحنا ان شاء الله في الابروتش بتاعنا هنتكلم الاول عن الحاجات اللي بتصيب اغلب، يعني بولي ارتكلر ان باترن، هنتكلم عن اوس ارثرايتس، هنتكلم عن روماتويد ارثرايتس، هنتكلم عن كونكتيف تيشو ديس اوردرز، هنتكلم عن فاسكيلايتس، ويعتبر المين كور بتاعنا. وبعدين هنتكلم عن الحاجات اللي ممكن تأفكت وان جوينت زي السيبتك ارثرايتس والكريستال انديوزد ارثروبسي. يمكن الست موضوعات دول هم دول الروماتولوجي مع بعض. خلاص يبقى خلصنا تقريبا 90% من الروماتولوجي، فاضل بس ساعتها يبقى شويه حاجات كده ماسكوسكيتال ديس اوردرز اكتر منها روماتولوجي ديس اوردرز. اوكي؟ يبقى اجين انا زي ما قلت لكم انه في الابروتش بتاعي مهم جدا جدا ان انا اسال او اعرف اربع حاجات. اول حاجه اعرفها وهو السورس اوف بين، هل هو ارتكلر ولا بيري ارتكلر. خلاص اعرفهم ازاي؟ من خلال انك تشوف البين مع الحركه. والله البين مع الاكتف موفمنت مع الباسيف موفمنت يبقى غالبا دوت ارتكلر بين، ارتكلر ان سورس. لو البين مع اكتر مع الاكتف دان الباسيف يبقى ده غالبا بيري ارتكلر ديسورج. ده اول حاجه. تاني حاجه ببص عليها وهو الساينز اوف انفلاميشن، مش عارف ده انفلاماتوري ولا نون انفلاماتوري، اللي هي الريدنس والهوتنس والسويننج، ثلاث حاجات دول. هتلاقي في الانفلاماتوري ديس اوردرز زي الروماتويد ارثرايتس مثلا، الحاجات دي هتلاقيها موجود. طيب الاوس ارثرايتس لا ده نون انفلاماتوري مش هتلاقيها موجوده. الحاجات البري ارتكلرز على حسب بعضها برضو انفلاماتوري وبعضها نون انفلاماتوري. يبقى لو لقيت ساينز اوف انفلاميشن اعرف بقى ده انفلاماتوري ديس اوردر ولا نان انفلاماتوري ديس اوردر، من خلال وجود ريدنس، هوتنس، تندرنس، الكلمه الرابعه ستيفنس. اوكي؟ طيب بعد كده بسال على الديوريشن بتاعت البين، الاونست والديوريشن، اكيوت يبقى افكر فيه غالبا اكيوت انسلت، كرونيك يبقى افكر فيه حاجه من حاجات ستيفنس ديس اوردرز، واخر حاجه خالص اللي هو الباترن اوف ديستريبيوشن او باترن اوف افكتد جوينت، ويمكن دي اهم واحده فيهم. اللي هو الجوينت افكشن عامل ازاي؟ جوينت واحد مون ارثرايتس يبقى عندي ديفرنشال دايجنوس مون ارثرايتس، طب من ثلاثه اربعه يبقى اوليجو ارثرايتس عندي ديفرنشال دايجنوس اوليجو ارثرايتس، طب اكتر من كده بولي ارثرايتس وعندي ديفرنشال دايجنوس اوف بولي ارثرايتس، وده الكلام اللي انا كلمتكم عليه من شويه.
انا كده خلاص خلصت الابروتش بتاعتي في الجوينت اكزامينشن. لا انت كده خلاص خلصت الحاجات اللي هي في الهيستوري والاكزامينشن. خلاص نيجي بعد كده للانفستيجيشن. تمام، الانفستيجيشنز اللي احنا بنحتاجهم في روماتولوجي يمكن 3 انفستيجيشنز اتكلم عنهم ان ديتيلز شويه. اول حاجه وهو الاسبريت اوف جوينت فلويد، انك بتحط ابره جوه الارتيكولر بارت اوف ذا جوينت جوه السينوفيوم هنا وتاخد عينه. اوكي، يبقى هنتكلم عن الجوينت اسبريت او اناليسيس اوف ذا جوينت فلويد، دي حاجه. تاني حاجه هنتكلم عنها وهو الاوتو اميون ماركرز، وتالت حاجه هنتكلم عنها وهو الراديولوجيكال فايندينجز في الروماتولوجي. يبقى انا هتكلم دلوقتي عن ثلاث حاجات. يبقى اول حاجه اتكلمنا عن الهيستوري والاكزامينشن، وعرفنا من خلالهم اربع حاجات اقدر اعمل ابروتش للجوينت بين. وبعد كده هبدا بقى اتكلم عن الحاجات الانفستيجيشنز. خلاص، زي ما قلت لكم اجين، احنا في الابروتش ده احنا بنعمل تجميعه لكل الروماتولوجي ديس اوردرز، سواء ده المدخل هو ده الباب اللي يخلينا بعد كده نفهم هاو تو ابروتش، واحنا بنتكلم عن كل مرض عامل ازاي. تمام، طيب اول حاجه هنتكلم عنها وهو الجوينت اسبريت او الجوينت فلويد. الجوينت فلويد بيساعدني في التشخيص بتاعي للامراض المختلفه. فور اكزامبل، مثلا واحد عنده مونو ارثرايتس، جالك صاحي من النوم كعب رجله مورم. خلاص، فكعب رجله مورم انت بتحط ديفرنشال دياجنوس، ممكن يكون سيبتيك ارثرايتس، ممكن يكون كريستال انديوس ارثرايتس، ممكن يكون حاجه ثانيه، ممكن يكون اوس ارثرايتس وجاي في الحته دي بس رجله مرم، فكر في الحاجات دي. فمن ضمن الابروتشز عشان خاطر افرق بقى هل ده سيبتك ارثرايتس ولا كريستال انديوس ارثرايتس، لازم اخد عينه من الجوينت دكت وبحلل العينه دي. طب انا بحللها بشوف فيها ايه؟ بشوف فيها ثلاث حاجات مهمين قوي. اول حاجه الكالر بتاعها، خلاص. ثاني حاجه ببص على الوايت بلاد سيلز، ومور سبيسيفيك على البوليمورفس اللي هي النيوتروفيلز. تمام، يبص على ثلاث حاجات، الكالر بتاع الفلويد ايه، الوايت بلاد سيلز، والبوليمورفس اللي هي النيوتروفيلز. عامه النورمال جوينت فلويد لازم اعرف النورمال، مش يعني عشان اقول ده اب نورمال لا، لازم اعرف النورمال اصلا. هو النورمال جوينت فلويد شكله عامل ازاي؟ بيبقى كلير ان كالر، لونه بيبقى شفاف مش في اي حاجه خالص. طب الوايت بلاد سيلز النورمال بتاعتها، النسبه بتاعتها الطبيعيه بتبقى اقل من 200. يعني لو احط العينه كده تحت الميكروسكوب هتلاقي انه الكاونت بتاعك اقل من 200 بير كيوبيك ملي متر. طب والبوليمورفس النسبه الطبيعيه بتاعتها بتبقى اقل من 25% من الخلايا. يعني هتلاقي ديفرنت سيلز البوليمورفس تمثل فيها حوالي اقل من 25%. يبقى ده نورمال جوينت اسبريت او نورمال فلويد او نورمال جوينت. طيب تعال نشوف بقى لو العيان دوت عنده نون انفلاماتوري ديس اوردر. اشهر نون انفلاماتوري ديس اوردر هو الاوستيو ارثرايتس. واحد مثلا جايب ركب يعني تعباه وممكن تلاقي فيها فيوجن ولا حاجه زي سويلنج، فانت برضه مش عايز تعرف هل ده انفلاماتوري بروسس ولا دي نون انفلاماتوري بروسس. طبعا احنا هنعرفها من الكلينيكال ساينس، ريدنس هوتنس تندرنس وستيفنس. لكن ايضا لما تيجي لو انت خدت عينه من الجوينت، من جوينت فلويد، هتساعدك في القصه دي. تمام، هتلاقي طبعا الكالر برضه ستيل كلير لان مفيش فيه انفلاميشن، والواي بلاد سيلز ممكن تعلى شويه لكنها دايما تبقى اقل من 2000، ما تزيدش عن 2000. خلاص، يعني نورمال اقل من 200، لا لو في عندي نون انفلاماتوري ديس اوردر تبقى لازم اقل من 2000. اوكي، والبوليمورفس برضه نسبتها الطبيعيه ما زادتش. طب ليه هنا البوليمورفس لسه 25%؟ لان اصلا ما فيش انفلاماتوري بروسس، مفيش عندي انكريز اوف نيوتروفيلز، لا لازم النيوتروفيلز تبقى في النسبه الطبيعيه بتاعتها اللي هي اقل من 25%. كده بتكلم عن نورمال او نون انفلاماتوري جوينت اسبرت. اللي يهمني بقى التو ايتمز دول، انفلاميشن وسبس. انفلاميشن وسبس اللي هو هيفرقني ما بين زي ما قلت لكم واحد جاي له كعب رجله مورم وانا عايز اعرف هل ده جاوت ارثرايتس ولا ده سيبتك ارثرايتس. ابص على ايه؟ زي ما قلت لكم ابص على الكالر. لو الولد ده عنده جاوت، عنده انفلاميشن، سم سورت انفلاميشن بات نوت بكتيريا، ما هوش سبسس، هتلاقي الكالر بتاعه بيبقى يلو تو وايت. خلاص، لكن لو دي سبسس، لو دي بكتيريا، الكالر بيبقى اوبيك، بيبقى معتم. تمام، ليه اوبيك؟ عشان خاطر السيلز فيه نسبتها عاليه قوي قوي قوي. اوكي، دي حاجه. طيب تاني حاجه ابص على الوايت بلاد سيلز. الوايت بلاد سيلز لو انت بتتكلم عن انفلاماتوري بروسس، خلي بالكم زي ما قلت لكم انه الطبيعي اقل من 200، في الانفلاميشن اقل من 2000، او في النون انفلاماتوري سوري اقل من 2000، في الانفلاميشن اكتر من 2000، اكتر من 2000 بات نوت اكسيد 10000، يعني ما تزيدش عن 10000. يبقى هتلاقيها اكتر من 2000، بس هتلاقي الابر ليميت بتاعك ايه؟ 10000، ما تزيدش عن كده.
لكن في حالات السبسس لو كان في بكتيريا لا ده الرقم بتاعك بيزيد قوي، يوصل ل 20,000، خلاص ممكن يوصل ل 50,000 80,000. ده طبيعي، طبيعي ان في حالات السبسس توصل ل 50,000 توصل ل 80,000. تمام، ف يعني مهم ابص على الوايت بلاد سيلز. واخيرا ابص على البوليمورفس اللي هي النيتروفيلز. في حالات الانفلاميشن هتبقى اكتر من 50%، وفي حالات السبسس اكتر من 5 سبتك ارثرايتس تبقى اكتر من 75%. يبقى ده ازاي اقارن ما بين السبتك ارثرايتس وما بين انفلاماتوري ارثرايتس؟ طبعا زي ما شايفين النورمال بيبقى هو ترانسبيرنت وكلير، السيلز اقل من 200 والبوليمورفس اقل من 25%. انا يهمني دايما ازاي افرق ما بين السبتك، لان ده الموست كلينيكال سيناريو، فرق بين السبتك ارثرايتس وما بين انفلاماتوري ارثرايتس. ابص على الكالر، هنا الكالر اوبيك، هنا الكالر وايت تو يلو. ابص على السيلز، السيلز من 2000 الى 10,000، السيلز هنا بتبقى اكتر من 20,000، توصل 50 توصل 80,000، نسبة الخلايا نفسها أكتر من 50% وأكتر من 75%. آخر حاجة خالص يهم الراجل ده، لا ده أنت بتاخد العينة الإبرة تلاقيها كلها دم، تمام؟ وطبعًا من أشهر الحاجات اللي بيبقى موجود فيها هيموراجيك أرثرايتس هو الهيموفيليا. فالهيموراجيك هي شرحة نفسها. واحد عنده هيستوري أوف هيموفيليا، كان بيلعب كورة اتخبط رجله ورمت، تمام؟ طبعا يعني لا ينصح انك تاخد العينه، بس لو خدتها طبعا انت شايف اي ديفرنشال دايجنوست تاني قدامك وشاك انه يكون ارثرايتس ولا مش عارفه ايه، خد العينه هتلاقيها كلها بلاطي. لكن مينلي ازاي تفرق ما بين سيبتك ارثرايتس والانفلاماتوري ارثرايتس، وده الرول اوف جوينت فلويد اسبريت في الكلينيكال سيناريو بتاعك. يبقى تاني وانت بتعمل ابروتش جوينت بين، حد بيشتكي من جوينت بين، اول حاجه كلينيكال ببص على السورس اوف ذا بين، هل ده ارتكلر ولا بيري ارتكلر، وبعدين النيتشر، ده انفلاماتوري ولا نون انفلاماتوري، وبعدين الاكيوت الانست والديوريشن، واخر حاجه خالص الباترن اوف ديستريبيوشن. دول الاربع معلومات اللي لازم تاخدهم من الهيستوري والاكزامينشن تطلع من خلال الديفرنشال دايجنوستس. طب وصلت للديفرنشال دايجنوستس، انت عايز توصل بقى يعني حاجات ده اقرب حاجه ايه ولا ايه؟ قلنا اول حاجه في الانفستيجيشنز هو الجوينت اسبريت، تمام؟ وعرفنا ايه الكرايتيريا بتاعت النورمال وبتاعت النون انفلاماتوري انفلاماتوري بتاع السبتيك ارثرايتس. تاني حاجه هتكلم عنها هنا وهي الراديولوجيكال فايندنجز، الاكس راي. الاكس راي بيساعدني في تشخيص كتير من الروماتولوجيك ديس اوردرز، زي ما هنشوف كده. انا هجيب لكم الثلاثه المشهورين قوي، هم الاوستر ارثرايتس والروماتويد ارثرايتس والكريستال انديوست ارثروباسي. تعالوا نشوف كده شكل الاكس راي في كل واحد من دول. اول حاجه في الاوستر ارثرايتس، خلاص زي ما قلت لكم اجين احنا في الانترودكشن احنا بنتكلم عن تجميع، نفس الكلام ده هاجي اقوله بعد كده تاني نفس الصور، بس احنا زي ما قلت لكم ده ازاي الواحد بيكريت المينتاليتي تو ابروتش تو روماتولوجيك ديزيز. في الاوستيو ارثرايتس شكل الجوينت عامل ازاي؟ بتلاقي اسيمتريكال، وحتى هحط لكم لون مميز كده، اسيمتريكال جوينت سبيس نارونج. المين باثولوجي في الاوستيو ارثرايتس انه الارتيكولار بارت اوف ذا جوينت، الجزء الكارتيلاجينس ده او الجوينت كارتيج بيتاكل خالص، خلاص، وبالتالي بيحصل زي ما احنا شايفين كده، ده المفروض مفصل الركبه الطبيعي، تمام، في نورمال سبيس اهو، لكن هنا لا، ده انت شايف الفيمر مع التيبيا الاثنين خلاص لزقوا في بعض تقريبا اولموست ما فيش سبيس. حصل ايه؟ حصل ناروينج اوف ذا جوينت سبيس، وهتلاقي الناروينج ده اسيمتريكال، يعني مثلا دي الناحيه ده اهوت اكتر من الناحيه دي، اوكي، يعني مثلا هي دي الميديال بارت اكتر من اللاترال بارت. فانت تبدا تفكر فيه ان غالبا ده منظر بتاع اوستيو ارثرايتس، اوكي. يبقى اول حاجه نارو ذا جوينت سبيس. زي ما قلت لكم انه الجوينت ستراكشر از كومبلكس ستراكشر، ولما حاجه فيه بتضرب بيضرب بقيه الجوينت كله على بعضه. نفس الكلام هنا، مش بس مجرد زي ما قلت لكم انه كارتريج تاكل، لا، بتلاقي كمان في بدا في مانيفستيشنز على مستوى البونز. ايه الحاجات اللي بتشوفها على مستوى البونز؟ بتشوف حاجه اسمها اوستيوفايت. اوستيوفايت عباره عن ايه؟ عباره عن كتل من البون الزياده كده بتتكون، خلاص، وفي مقابلها بتلاقي برضو بتتكون سيستس، حتت من البون من السراوندنج بون نفسها، البون اللي فيها بيتاكل. ليه بيحصل ديجنريشن في الميتابوليزم بتاع البون نفسه؟ حتت يزيد فيها البون فورميشن وحته تقل فيها يحصل فيها مور ديستراكشن، فعشان كده بتلاقي اوستيوفايتس وسيستس. وبتلاقي حاجه كمان كاركترستيك قوي، شايفين البياض الزياده ده كده، اوكي، عند الجوينت ده بيسموه ايه؟ سب كوندرال سكليروز. الجزء ده كده
هو ده subchondral sclerosis، يعني جزء من البون المواجه للجوينت نفسه بيحصل فيه سكليروز. يعني ايه سكليروز؟ يعني التكلس. طب ليه بيحصل له تكلس؟ عشان خاطر خلاص الكارتريج اتاكل، البون عمال يحتك ببعضه، فبيعمل مور اند مور بروسيس بتاعت الريجنريشن، فيؤدي الى تكلس الجزء من المفصل المقابل لل particular part of the joint نفسه. اوكي، طبعا لو انا كتبت لكم الكلام ده من غير الصوره ولا عمركم هتتخيلوا الكلام ده، عشان كده فعلا الصوره بتغني عن 1000 كلمه. يبقى احنا لو جينا بصينا للصوره دي كده وقلنا ده المنظر بتاع الاوستيو ارثرايتس، اول حاجه شايفها ايه؟ شايف رقم واحد في narrowing of the joint space، وهذا narrowing is asymmetrical narrowing. شايف ان في changes على مستوى البون، ايه هي التشينجز دي؟ شايف اول حاجه في سكليروزس، في تكلس دي عند الجوينت اندنج، وشايف في حته بيضه زياده اهي دي بيسموها اوستيوفايتس، وشايف في حته مور دارك ده بيسموها سيست فورميشن. طيب هكمل بس الجزء اللي فصل معانا، احنا كنا بنتكلم عن الراديولوجيكال فايندنجز بدايه من الاوستيوفايتس. اجين الروماتولوجيك ديس اوردرز واحده من الانفستيجاتري تولز اللي نقدر نستخدمها عشان خاطر اوصل لتشخيص للمرض بتاعي هو الايميجنج. والايميجنج بيختلف طبعا الكرايتيريا من مرض للتاني، اقدر من خلال الكرايتيريا دي اوصل لدياجنوستيك ابروتش او اوصل للحاجه اللي انا بدور عليها. يبقى اجين دايما ببدا من خلال الكلينيكال بريزنتيشنز بتاعتي، من خلال انا بجاوب على الاسئله الاربعه اللي انا قلت عليهم، هل البين دوت ارتكلر ولا بيري ارتكلر؟ تاني حاجه انفلاماتوري ولا نون انفلاماتوري؟ السؤال الثالث هل هو اكيوت ولا كرونيك؟ واخر حاجه خالص الديستريبيوشن بتاعته، هو مونو ارثرايتس ولا اولوجا ارثرايتس ولا بولي ارثرايتس. وبعد كده بحط ديفرنشال دياجنوس بتاعي، وابدا بقى عشان خاطر تو كونفيرم او تو اكسكلود واحد من الدياجنوسيز دي، من خلال ان انا اطلب الانفستيجيشن انفستيجاتوري تولز. اتكلمنا عن الجوينت اسبريت، وهنتكلم دلوقتي عن الايمجينج. الايمجينج اجين انك بتعمل اكس راي للجوينت نفسه، وبتبدا طبعا من خلال كل مرض بيبقى ليه سم سبيسيفيك كرايتيريا. اول حاجه احنا بنتكلم عن الاوستيو ارثرايتس، قلت لكم انه الهول مارك ان فيه بيبقى عندك اسيمتريك ناروينج في الجوينت سبيس، ده نورمال ني جوينت، وده واحد عنده اوستيو ارثرايتس. زي ما احنا شايفين كده ان في عندنا ناروينج في الجوينت سبيس، الجوينت سبيس نفسه بقى ضيق. تمام، مش كده وبس، لا في عندنا تشينجز على مستوى البيري ارتكولار تيشوز، يعني البونز نفسها بدا يبقى فيها تشينجز. تشينجز دي في عندي مناطق بدا فيها increased formation of the bone، ومناطق حصل فيها decreased formation of the bone. increased formation يبان في شكلي شكل السكليروزس اللي قدامنا، اللي هو عباره عن زي ما قلت لكم calcified bone موجود عند البيري ارتكولار ريجن. مش كده بس، لا ممكن تلاقي حاجه اسمها osteophytes اللي هي الزوائد اللي موجوده دي كده، ده شكل الاوستيوفايتس، طبعا ده السكليروزس او البيري ارتكولار سكليروزس. وده شكل الاوستيوفايتس. الاوستيوفايتس عباره عن زوائد، عباره عن نيو بون فورميشن. وزي ما في عندي اماكن فيها نيو بون فورميشن، في عندي اماكن بتلاقي كمان بيحصل فيها بون ديكريزد بون فورميشن، فبيبقى عندي بيري ارتكولار سيست زي تكيسات على البون حوالين الجوينت، وده ليه؟ نتيجه ديكريزد بون فورميشن. كل التشينجز دي معناها ان الشخص ده عنده osteoarthritis. يبقى again osteoarthritis رقم واحد joint space narrowing، رقم اثنين changes على مستوى البونز، ممكن تكون changes دي بشكل osteophytes نتيجة new bone formation، subchondral sclerosis انك بتلاقي تكلس للعظم على جانبي الجوينت، واخيرا ممكن تلاقي cysts نتيجة decreased bone formation. طيب بالنسبه للروماتويد ارثرايتس، الكي وورد فور روماتويد ارثرايتس هو ان في عندنا سيمتريك جوينت سبيس ناروينج. زي ما احنا شايفين كده انه هنا ده على مستوى الجوينتس بتاعتنا اللي بيسموها البروكسيمال ميتاكاربوفالانجيال جوينتس، شايفين في عندي ناروينج على مستوى الجوينتس كلها، وهذا الناروينج مش واخد مثلا جوينت بسبب الثاني، لا واخدهم كلهم. وبالتالي الفرق ما بين الاوستيو ارثرايتس وبين الروماتويد ارثرايتس هو ان في حالات الروماتويد ارثرايتس في عندك سيمتريك ناروينج، سيمتريك ناروينج. تمام، كمان حتى الديستريبيوشن اوف ذا جوينت افكشن بيبقى كلاسيك قوي في حالات الروماتويد ارثرايتس. عشان بس عارفين كده مسميات الجوينتس اوف ذا هاند، احنا عندنا كده بدايه ده كده اسمه ريست جوينت كلنا متفقين عليه، وبعد كده في عندنا البونز بتاعت الهاند، وبعد كده في عندنا الكاربال بونز.
الكاربال بونز بعد كده بتبدا تتلاقى مع الفالنجيز. تمام. الجوينت اللي بيبدا ما بين الميتاكاربال بونز مع الكاربال بونز اللي هي دي بتاعه الهاند، يعني ده كده السيكتور اسمه كاربال بونز، وهنا دي بعد كده الميتاكاربال بونز نفسها. ما بين الفالنجيز وما بين الميتاكاربال بونز اللي بيسموها ميتاكاربو فالنجيال جوينت، المنطقه دي كده هو ده مكان الميتاكاربو فالنجيال جوينت. لو جينا بصينا بقى لكل صباع في ايدينا هتلاقي ان كل صباع بيتكون من كام فالنجيز؟ 3 فالنجيز، ما عدا الثامب بيبقى فيه 2 فالنجيز اونلي. تمام. الجوينتس اللي موجوده بقى هنا كده، طبعا الاولاني ده هو ده الميتاكاربو فالنجيال جوينت، يعني كل اللي موجود في ايدي كده من قدام ده هنا مكان الميتاكاربو فالنجيال جوينت. نيجي بعد كده نشوف بقى في عندنا 3 فالنجيز فيهم 2 جوينتس. في الاولاني ده بنسميها بروكسيمال انتر فالنجيال جوينت، والتاني ده بسميه ديستال انتر فالنجيال جوينت. يبقى هنا كده مكان البروكسيمال انتر فالنجيال جوينت، وهنا مكان الديستال انتر فالنجيال جوينت. على الرسمه اللي قدامي دي هنا ده مكان الميتاكاربو فالنجيال جوينت، وبعد كده البروكسيمال، البروكسيمال يعني القريب، وبعدين الديستال انتر فالنجيال جوينت. الاقي ان روماتويد ارثرايتس بتسبير دايما الديستال انتر فالنجيال جوينت، ودي حاجه من الحاجات الهول مارك فور روماتويد ارثرايتس. خلاص، هو بيسيب الريست جوينت، يسيب الميتاكاربو فالنجيال، بيسيب البروكسيمال انترفالنجيال، لكن دايما بيسبير الديستال انترفالنجيال جوينت. تمام. طيب هتلاقي التشينجز اللي ممكن تشوفها تاني ايه غير موضوع النارينج؟ هتلاقي كمان انه يبدي مع موضوع النارينج بتلاقي حاجه اسمها بيري ارتكولار اوستيوبينيا، يعني اجين تشينجز على مستوى البون. لما جيت قربت الصوره هنا كده شويه هتلاقي انه البونز القريبه من الجوينت بارت بدا يبقى فيها ايه؟ decreased density نتيجه periarticular osteopenia. periarticular osteopenia. لكن الليت مانيفستيشن وهي اجين برضه هول مارك اوف روماتويد ارثرايتس ان بيحصل ايروجن في البون وسبلكسيشن. زي ما انت شايفين كده الجوينت نفسها بدات تبقى واخد شكل جوينت ديفورميتي. طب ليه حصل الديفورميتي دي؟ نتيجه ان البوني بارتس نفسها حصل فيها تاكل وحصل سبلكسيشن. البونز اتحركت على بعضها. فحصل لي بون ديفورميتي. بون ديفورميتي. يبقى اجين لما ببص على الاكس راي في حالات الروماتويد ارثرايتس زي ما قلت لكم ان الكلام ده كله تجميعه، وهنبدا نتكلم عنهم تاني بنفس الصور بنفس الكلام، واحنا بنتكلم في كل ديزيز بير سي. ان الاوس ارثرايتس بتلاقي فيه سيمتريك ناروينج على مستوى الجوينت سبيس. خلاص؟ طيب وبتلاقي كمان بيري ارتكولار اوستيوبينيا، يعني ديكريز بون فورميشن على مستوى على جانبي الجوينتس. ولكن ليتلي بقى اوف ذا ديزيز ستيج بتلاقي بعد كده في ايروجنز بيحصل سبلكسيشن اند ديفورميتي. طيب المرض الثالث اللي هنشوف الاكس راي تشينج بتاعه هو الجاوت. الجاوت ده واحد من كريستال انديوست ارثروباسي، هو واحد من الامراض الكاركترستيك والكلاسيك قوي عشان عارفين البيكتشر بتاعتها ازاي. عامه ممكن يبقى اكيوت او كرونيك برزنتيشن. تاني حاجه ممكن يصيب وان جوينت، ممكن يصيب اوليجو جوينتس اكتر من جوينت، فممكن يكون مونو ارثرايتس او يعمل لك اوليجو ارثرايتس. لكن على مستوى بقى الاكس راي بيبقى دي شكل كاركترستيك. اول حاجه بتلاقي ان في عندك سوفت تيشو سوينج، يبقى رقم واحد في سوفت تيشو سوينج زي ما احنا شايفين كده. الجزء القدامي ده كده ده المفروض الميتاتارسوفالينجيا جوينت، وده الكلاسيك سايت للجوت. الجوت ممكن يصيب الانكل، يصيب الترسوفالينجيا جوينت، فالاماكن الكلاسيك قوي دي من الترسوفالينجيا جوينت. وين افكتد زي ما احنا شايفين في عندي جوينت سوينج. وفي المراحل اللي بعد كده بيحصل حاجه نيو بون فورميشن، بيعمل حاجه اسمها توفاي. خلاص، والتوفاي دي اهو انا همسحها لكم مره ثانيه. الجزء ده الزياده ده من البون او اللي اتكون جديد ده اسمه توفاي نيو بون فورميشن. وده ليه؟ عشان خاطر بيتكون طبعا كالسيوم ديبوزيشن في الاماكن دي نتيجه الريكرنت انفلاميشن الموجود، او عباره عن يوريت كريستال. سوري، يوريت كريستالز بتتكلس وتعمل لك التوفاي اللي موجود. طيب في محل بقى الاكيوت انفلاميشن او الاكيوت جاوتي ارثرايتس بتلاقي ان بيحصل كلاسيك ايروجنز في البون، وبقى ليها ساين مهم قوي اسمها اوفر هانجنج اتش. لو انا قربت الصوره هنا كده عملت زوم ان، ده شكل البون ايروجنز اللي موجود. شايفين؟ تحس ان البون نفسه متاكل من عند الحواف، متاكل من عند الحواف، الحواف نفسها كانها متقرقضه كده. هو ده البون ايروجنز والاوفر هانجنج اتش.
تمام. يبقى ده الكلاسيك فيتشر بتاعت الاكس راي او الايمجينج في حالات الجوتي ارثرايتس. يبقى انا دلوقتي اتكلمت عن ايه؟ اتكلمت عن البوني افكشنز او الايمجينج في حالات الارثرايتس. المين تايبس اوف ارثرايتس، اتكلمت عن الاوسر ارثرايتس، واتكلمت عن الروماتويد ارثرايتس، واتكلمت عن الجوتي ارثرايتس. طيب يتبقى لي حاجه اخيره خالص بقى وانا بعمل ابروتش للجوينت ديزيز، وهو الانفلاماتوري ماركرز والانتي بادي تيستينج. انفلاماتوري ماركرز والانتي بادي تيستينج. اجين انا بعمل كلينيكال اكزامينشن عشان اوصل للديفرنشال دياجنوسيس، وبعدين بوجه الانفستيجيشن في الديفرنشال دياجنوسيس اللي انا شاكك فيه، سواء كان لاب او ايمجينج. من ضمن اللابس اللي احنا قدامنا حاجتين، حاجه اسمها الانفلاماتوري ماركرز والانتي بادي تيستينج. اول حاجه هنتكلم عن الانفلاماتوري ماركرز. الانفلاماتوري ماركرز عندنا اي اس ار وسي ار بي. تعالوا نتكلم عن السي ار بي عشان كلمتين ونخلصها. السي ار بي ده عباره عن ايه؟ بيسموه عباره عن اكيوت فيز رياكتنت. خلاص ده بروتين بيطلع من الليفر في حالات ان ريسبونس تو انفكشن او انفلاميشن. بيطلع هذا البروتين اللي هو السي ار بي عشان خاطر بقى ليه سام اميون فانكشن، فهو بيلعب دور في الانيت اميون از انيت اميون سيستم. اوكي؟ وهو بيطلع زي ما احنا شايفين ان ريسبونس تو انفكشن او انفلاميشن، وبالتالي انا اقدر استخدمه از ماركر فور انفكشن او انفلاميشن. يمكن عشان كده احنا بنستخدمه في الكوفيد. خلاص؟ لانه از ماركر اوف انفلاميشن. كل ما في عندي مور سيفير انفلاميشن، كل ما يبقى في عندي مور اكتيفيشن اوف اميون سيلز والليفر يبدا يطلع هذا الاكيوت فيز رياكتيف اللي هو السي ار بي، فبالتالي الارقام عاليه. وبالتالي في الناس اللي عندهم سيفير كوفيد لا عندهم سي ار بي اعلى، الناس اللي عندهم مايلد السي ار بي عندهم اقل. نفس الكلام وانت بتتكلم برضو في روماتولوجيك ديس اوردر او اي ديس اوردر، لما تيجي انفلاماتوري ديس اوردر لما تيجي تستخدم السي ار بي بتاعه. السي ار بي سواء كان في حاله انفكشن او في حاله انفلاميشن تلاقيه اليفيتد، والاليفيشن ده بيتناسب مع السيفيريتي اوف انفلاماتوري بروسيس اللي موجوده. كل ما في عندي مور انفلاميشن هتلاقي السي ار بي بتاعك اعلى، في عندك ليس انفلاميشن هتلاقي السي ار بي اقل. تمام؟ يبقى ده كان كلامنا عن السي ار بي او اختصاره اللي هو سي رياكتيف بروتين. يبقى again ده acute phase protein بيطلع من الليفر in response to infection or inflammation وبيلعب دور as innate immunity. هو marker for inflammation بيعبر عن severity of inflammation in a moment. طب ايه حكايه الاي اس ار بقى؟ الاي اس ار ده اختصار لكلمه erythrocyte sedimentation rate، يعني معدل ترسب كرات الدم الحمراء. وده بتعمل ازاي؟ انت بتاخد عينه من الدم وتحطها في test tube وتسيبها vertically. هو الدم عباره عن ايه؟ عباره عن جزئين، عباره عن بلازما وسيلز، سيلز ار بي سيز والبلاد سيلز وبليتلز. طبعا الكم الاكبر هو الريد بلاد سيلز. خلاص؟ خلي بالك ان الهيماتوكريت اللي هو بيعبر عن نسبه الار بي سيز في الدم نسبته طبيعيه حوالي 42%، يعني تقريبا حوالي او 45% حوالي 40% من الدم عباره عن ار بي سيز. طب الوايت بلاد سيلز والبليتلز بتترسب كده وتعمل لك وايت اليكو زي ايه؟ شريك كده ضيق خالص ما بين البلازما وبين الار بي سيز. طب وايه اللي بيخلي الار بي سيز تنزل لتحت؟ الجرافيتي، وزنها هي خلايا وتقيله فهي بتنزل لتحت وبتترسب لتحت. وهي بتترسب بتاخد وقت، ده ليه؟ هي الار بي سيز اصلا التشارج موجود على السيل ممبرين بتاعتها بتبقى نيجاتيف تشارج. ليه؟ عشان خاطر السيل ممبرين عليه الوت اوف انتجنز، والانتجنز دي زي الاي بي او انتجن عباره عن كربوهيدرات ان نيتشر، والكربوهيدرات هي نيجاتيف تشارج. فهتلاقي دايما ان في عندك نيجاتيف تشارج بتعمل ريبيلينج باور، بتزق الار بي سيز عن بعضها، والريبيلينج باور دي بتعوق عمليه السيديمنتيشن او الترسب بتاع الاي اس بتاعه الار بي سيز. اوكي؟ طيب في حالات بقى لما في عندك سورس اوف انفلاميشن انفلاماتوري بروسيس بتطلع سام بروتينز زي الاكيوت فيز بروتينز اللي احنا لسه بنتكلم عليه السي ار بي وادر اكيوت فيز بروتينز زي الفيريتين اند سو اون. مش كده بس، كمان ايضا الفايبرينوجين والايمينوجلوبولينز، ودي بتطلع برضو ان ريسبونس تو انفلاميشن. بتيجي هذه البروتينز على سطح الار بي سيز نفسها وبتقلل من النيجاتيف تشارج اللي موجود على سطح الار بي سيز. بعض البروتينز لو في جزء فيها بوزيتيف تشارج يمسك على الار بي سيز ويقلل النيجاتيف تشارج الموجود، ونتيجه لذلك هي بتقلل الريبيلينج باور ما بين الار بي سيز اللي هي قوه الطرد ما بين الار بي سيز وبعضها. مش كده بس، لا ده كمان ممكن توصل الار بي سيز وبعضها تربطهم ببعض، وطبعا ده بيزود السبيسيفيك بيزود الوزن بتاعهم فبيخليهم يترسبوا بشكل اسرع.
يبقى again تاني during inflammation أو infection هذه ال acute phase reactant proteins أو ال immunoglobulins بتقلل النيجاتيف تشارج الموجودة على الـ RBCs وبالتالي بتقلل الـ repairing power فبتسهل من ترسب الـ RBCs وتخلي الـ erythrocyte sedimentation بتاعنا يبقى أسرع. الـ ESR هو تحليل كويس لكنه again هو diagnostic هو prognostic and not diagnostic يعني ما قدرش يشخص لي مرض معين أنا بس أعرف منه إن في inflammation. لكن ايضا ESR ممكن يزيد في بعض الحاجات الـ non-inflammatory disorders زي الأنيميا وزي الـ pregnancy وزي increasing with age. البريجنسي طبعا ان البريجنسي بيبقى فيه increased senses of proteins ومن الاميونوجلوبولينز بتزيد فطبعا برضو بيقلل النيجاتيف تشارج بتاعت الار بي سيز وبيخليها تترسب. طب حالات الانيميا، حالات الانيميا الار بي سيز كاونت نفسها قلت اوكي فبتبقى بعيده عن بعض مفيش المسافه الضيقه قوي ما بينها دي وبالتالي مش محتاجه نيجاتيف ريبيرنج ده عشان كده اي اس ار بيزيد في حالات الانيميا. طيب هل انا كل ما رقم بتاع اي اس ار يخليني ابدا افكر انه في عندي روماتولوجيك ديس اوردر او كده؟ لا اكشولي اي اس ار السيجنيفيكانس بتاعته الحقيقيه فانا في الكلينيكال براكتس لما الاقي ارقام الاي اس ار عاليه هل اعلى من كام مثلا 80 فيما فوق 100 فيما فوق دايما لما تلاقي الاي اس ار اعلى من 100 اعرف ان في مصيبه عند العيان. المصيبه دي قد تكون مالجنت ديس اوردر وقد تكون اوتو اميون ديس اوردر وقد تكون انفكشس سيفير انفكشن. تمام يبقى دايما لما تبدا تترجم او تعمل انتربريتيشن للاي اس ار، اي اس ار 30 35 ارقام ايه؟ نون سبيسيفيك. لكن لو لقيت الاي اس ار بتاعك 80 و90 و100 اكتر من 100 130 و140 لا ابدا اعرف اكيد العيان ده عنده مشكله ولازم تدور عليها. عنده سيفير انفلاماتوري بوست انفلاماتوري ديزيز. ده بيحصل في حالات المالجنسي، المالجنسي من اشهر حاجات تعمل كده المالتو مايلوما والنفوما ليه؟ لان المالتو مايلوما بتطلع اميونوجلوبولينز خلاص والاميونوجلوبولينز اجين بتمسك في سطح ار بي سيز وتوصل ار بي سيز بعضها حتى بيزمي لك شكل كده ايه بتيجي تعمل بلاد فيلم بيسموه رولو باترن. رولو باترن ايه؟ بتلاقي ار بي سيز ماسكين صف كده ورا بعض ايه في صف كده ورا بعض. فده بيزود طبعا الويت بتاعت الار بي سيز نفسها ويخليها تترسب بسهوله. ايضا بعض الاوتو ايميون ديس اوردرز او انفلاماتوري ديس اوردرز زي الفاسكولايتس من اشهر حاجات بتعمل كده الجاينت سيل ارثرايتس. الجاينت سيل ارثرايتس ده انفلاميشن بيحصل في الجاينت سيل ارتري او بيحصل فيه في واحد من برانشات الفيشال ارت نفسها و بير سي بيحصل فيه انفلاميشن وبيعمل لك سيفير هيدك وممكن ياثر على الاوبثالميك برانش من التمبرال ارتري وكان ليد تو بلايندنس. فعشان كده حد جاله هيديك ولقيت عنده الاي اس ار عالي قوي لازم تفكر في جاينت سيل ارثرايتس وهاو تو مانج على طول الستيرويدز قبل ما يدخل في بلايندنس. هنتكلم عنه ان شاء الله واحنا بنتكلم في الفاسكولايتس. يبقى اجين الاي اس ار هو ماركر للانفلاميشن كل ما يزيد كل ما يبقى مور سيجنفكت ان عنده اكيد مشكله موجوده تبدا تدور عليها. يبقى ده الرول اوف انفلاماتوري ماركرز. هنبدا نتكلم بقى كمان عن الاوتو انتيبادي تيستنج. اول حاجه في الاوتو انتيبادي هنتكلم عن الاي ان اي. الاي ان اي انتي نيوكليير انتيبادي ومعناه ان في عندي انتيبادي اجينست بروتين موجود في النيوترون في النيوكليوس بتاعه السيلز نفسها. طب تيجي تسمع حاجه زي انكا ده انتي نيوتروفيل سيتوبلازميك انتيبادي يعني انتيبادي اجينست بروتين موجود في السيتوبلازم بتاع النيوتروفيل. لما اسمع حاجه زي الانتي دبل ستراندد دي ان اي يبقى انتيبادي اجينست بروتين موجود في الدبل ستراندد دي ان اي الستون بروتين اللي موجود فيه اند سو اون. يبقى الانتيبادي عباره عن انتيبادي اجينست بروتين موجود في مكان معين سواء كان في بارت من السيل او في بارت من ستراكشر موجود جوه الخليه نفسها. الاي ان اي عندنا اوف كلينيكال امبورتنس مهم قوي تمام لانه بيبقى elevated في حالات الكونكتيف تيشو ديزورج. يبقى انا بطلبه لو انت شاكك في كونكتيف تيشو ديزيز. واجين المعلومه المهمه قوي اللي هقول لكم عليها وانت دايما لما تيجي تطلب انتي بودي تيستنج انت بتبني الاول الكلينيكال برزنتيشن او الكلينيكال سيناريو بتاع العيان قدامك وبتحط ديفرنشال دايجنوسيس وبناء عليه بتطلب الانتي بودي ماركر. مش صح ابدا انك يجي لك عيان وتطلبه ليستد انتي بوديز معناها ان انت مش عارف انت بتدور على ايه. اوكي؟ لان زي ما هنشوف حتى الانتربريتيشن اوف ذيس تيستس لازم يبقى بيزد اون ذا كلينيكال سيناريو. انا لما يجي لي عيان ويبعت لي تحليل مثلا سي ان اي ويطلع ايجابي او كده يقول لي يا دكتور انا عندي ايه؟ انا ما اقدرش اقول له انت عندك ايه؟
لان الانتربريتيشن اوف ذا تيست لازم يبقى اسوسييتد مع البرزنتيشن بتاعك انت اصلا بتشتكي من ايه، ايه الاعراض اللي موجوده عندك، وساعتها نبدا نكمل الصوره ونحط التصور في الدياجنوس. لكن التست بيرسي كقيمه ليس له قيمه اذا ملوش علاقه بالسيناريو بتاع العيان. فور اكزامبل هنا وانت بتعمل انتربريتيشن للاي ام اي او انتي نيوكليار انتيبادي، الانتي نيوكليار انتيبادي دايما بتعمل ازاي؟ عباره عن سيرولوجيكال تيست. يعني ايه سيرولوجي؟ يعني باخد عينه من دم العيان وببدا احلها في سيريال كونسنتريشنز ان تيوب، بحطها تركيز 41 وبعدين 81 و160 و128 460 اند سو اون، خلاص، وبشوف البوزيتيفيتي بتحصل في اني تيوب. اكيد كل ما البوزيتيفيتي تحصل في تركيزات اقل معناها ان الانتيجين نفسه تركيزه عالي قوي، خلاص. فاكيد لو واحد عنده بوزيتيف اي ان اي 1 على 80 غير واحد عنده 1 على 160 غير واحد على عنده على 320 اند سو اون، تمام. لو قلنا شفنا اول كونسنتريشن خلاص اللي هو بيسموه ايكويفوكال اللي هو تركيز 1 على 40، هتلاقي ان 25% من العيانين او 30% من الناس النورمال النورمال عندهم اي ان اي بوزيتيف عن تركيز 1 على 40، خلاص. عن تركيز 1 على 80 اللي بيسموها لو بوزيتيف، اللو بوزيتيف هتلاقي ان 10% او 15% من الهيلثي بوبيوليشن بيبقى عندهم اي ان اي بوزيتيف. عن تركيز بقى 1 على 160 او اكتر هتلاقي انه 5% من الهيلثي بوبيليشن بيبقى عندهم اي ان اي بوزيتيف. وده زي ما قلت لكم بيقودني الى الحقيقه المهمه جدا انه الانتربريتيشن اوف اني لاب تيست لازم يبقى مرتبط بالكلينيكال سيناريو والا اللاب ملوش معنى، سبيشالي انت بتعمل انتربريتيشن للانتي بودي. اللي زي ما احنا شايفين اهو انه ممكن نسبه من طبيعيه من الناس ما عندهمش اي مرض، مش بيشتكوا من اي حاجه، ويطلع عندهم الانتي بودي تيستنج بوزيتيف. اوكي، عشان كده دايما انت ما تطلبش انتيبادي الا في ضوء الكلينيكال سيناريو اللي انت شايفه. طب انت سسبكت ان العيان ده عنده كونكتد تيشو ديسوردر وعملت له اي ان اي تيستنج ولقيت الاي ان اي بتاعه بوزيتيف اكتر من 1 اوفر 60، اعمل ايه بعد كده؟ اطلب بقى بقيه الماركرز بتاعت الكونكتد تيشو ديسوردر. اطلب انتي دبل ستراند لو انت شاك في اس ال اي، اطلب انتي رو انتي لا، اطلب انتي اس سي ال او انتي مايوسايت سبيسيفيك انتيبادي لو انت شاك في ديرماتوسايت اند سو اون. شايف سيستمك سكلوز اطلب عندي اس سي ال، اطلب انتي رو انتي لا، وهكذا. يبقى انا بجايد الكلينيكال برزنتيشن بتاعي او الكلينيكال سيناريو بتاعي واطلب الفيرذر انفستيجيشنز فور كونكتيف تيشو ديسوردر، تمام. يبقى تاني انت بتعمل ايه في التشخيص بتاعك؟ اول حاجه بحط كلينيكال سيناريو، وبعد كده بوصل ديفرنشال دايجنوسيس، وبعد كده بستخدم انفستيجيتوري تولز بتاعتي عشان خاطر تو جايد مي ان ذا دايجنوسيس، تمام. يبقى ده كان كلامنا عن اول اوتو انتيبادي وهو الاي ان اي. طب بعد كده نتكلم عن تاني حاجه مهمه قوي هو روماتويد فاكتورز. اوكي، من اسمها هم فاكتورز مش فاكتور واحد، يعني الصح هم روماتويد فاكتورز، وهي عباره عن مجموعه من بروتينز عباره عن مونوكلونال انتيبادز، انتيبادز ان نيتشر. يعني هي عباره عن ايه؟ الروماتويد فاكتورز دي عباره عن انتيبادز، الانتيبادز دي اجينست اف سي فراجمنت اوف اي جي جي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عشان خاطر ما نبقاش ايه كمان عرف الماء بالماء، يعني انت بتقول لي عايز تفهمني تقوم قايل لي على حاجه انا اصلا مش فاهمها. ايه حكايه الكلام دوت؟ لو جينا بصينا على الاستراكشر بتاع اي انتيبادي هتلاقي ان اي انتيبادي بتتكون من تو تشينز، حاجه اسمها هيفي تشين خلاص، حاجه اسمها لايت تشين. والهيفي تشين فيه جزئين، حاجه اسمها كونستنت ريجن والجزء اللي في الاخر ده بيبقى فاريبل ريجن. نفس الكلام اللايت تشين بيبقى فيها جزئين كونستنت ريجن والجزء في الاخر ده الفاريبل ريجن، حتى سواء بيسموها ايه الهايبر فاريبل عشان هو ده اللي بيمسك فين في الانتيجن، خلاص. وكل انتيبادي عنده القدره انه يمسك فيه تو انتيجنز. طبعا في النص هنا بيبقى فيه موجود دايسلفايد بونز بتربط الاثنين هيفي تشينز مع بعض، وكل هيفي تشين باللايت تشين بتاعتها. ده الاستراكشر بتاع الانتيبادي، تمام. كلام جميل. لو جيت عرض الانزيم زي انزيم اسمه بيبين بيكسر الانتيبادي ات ذيس بوينت، الحته دي بيسموها الهنج ريجن، خلاص. ولما يكسر الانتيبادي شوف كده نمسحها، بيبقى عندك اوكي عايز احطها على تشارجر. طيب ذيس بارت لوحده وذيس بارت لوحده،
الجزء ده بيسموه ايه؟ اللي هو وان هيفي تشين مع وان لايت تشين، وان هيفي تشين مع وان لايت تشين ماسكين بعض كده، بيسموها الفاب ريجن او فاب فراجمنت. اختار مين؟ الفراجمنت اللي بيمسك في الانتي بادي، فاب فراجمنت. والجزء اللي تحت ده بيسموه اف سي فراجمنت. اختار مين؟ يعني الكونستنت فراجمنت، يعني الفراجمنت الثابت لو كان اصلا في الاستراكشر بيبقى عباره عن كونستنت ريجن. تمام؟ فكل انتي بادي بيكون من التو فراجمنتس دول، فاب فراجمنت او اف سي فراجمنت، اللي هو لو انت جيت كسرته بانزيم زي البابتين انزيم. تمام؟ الروماتويد فاكتور بقى هي عباره عن مجموعه من الانتي باديز دايركتد اجينست الاف سي فراجمنت بتاع اميوجلوبين اسمه اي جي جي. واحنا في عندنا اصلا كام نوع من الاي جي جي، من الاميوجلوبينز؟ اي جي جي واي جي ام واي جي اي واي جي دي واي جي اي. خلاص؟ الاي جي جي ده الاف سي بارت بتاعه ممكن الجسم يكون ضده كاوتو امين ديز او اوتو انتيبادي تمسك فيها. وهذه الاوتو انتيبادي ممكن تكون اوف ذا تايب اي جي ام او اي جي جي او اي جي اي، يعني انتيبادي اللي هو روماتويد فاكتورز بقى اللي هيجي يمسك في الاف سي بورشن هنا ده ويديك الروماتويد فاكتور. روماتويد فاكتور انا برسمها دي كده، روماتويد فاكتورز دي اللي هي اجنس الاف سي بورشن بتاعه الاي جي جي، ممكن تبقى اوف اي جي جي او اي جي ام او اي جي اي، بس الموست كومن بيبقى اوف اي جي ام تايب. صح عشان تشوفوها، يبقى الموست كومن والموست ديستنج بيبقى اوف اي جي ام تايب. اوكي؟ طيب لحظه بس دقيقه هحط تشارجر واجي اكمل. ده الكيميكال نيتشر اوف روماتويد فاكتورز. يبقى تاني هي عباره عن انت اوتو انتيبوديز، هي عباره عن بروتين ان نيتشر. هذه البروتين عباره عن انتيبوديز اصلا، هذه الانتيبوديز هي اوتو انتيبوديز اجينست الاف سي بارت من الاي جي جي بتاعنا الطبيعي. طيب ايه قيمه بقى الروماتويد فاكتورز دي؟ اهم حاجه تعرف عن الروماتويد فاكتورز they are non specific. كلمه ان هما non specific يعني non specific، زي ما تشوفوا كده ان حوالي 5% من normal population بيبقى عندهم روماتويد فاكتور بوزيتيف. يعني شخص طبيعي جدا ما بيشكيش من اي حاجه، ما عندوش اي مرض اصلا، ممكن يبقى عنده روماتويد فاكتور بوزيتيف. ونسبتها 5% دي مش نسبه قليله، يعني من كل 100 واحد في 5 هتلاقي عندهم ناس عندهم روماتويد فاكتور بوزيتيف وما عندهمش اي حاجه. ايضا الفاليو بتاعته في حالات الروماتويد ارثرايتس هو بوست في حالات 75% من حالات روماتويد ارثرايتس، وده معناه ان في حوالي 25% يعني ربع العيانين من عندهم روماتويد ارثرايتس مش هيبقى عندهم روماتويد فاكتور بوستيف. اوكي؟ لكن هو قيمته الحقيقيه انه في العيانين اللي هم عندهم روماتويد ارثرايتس وعندهم روماتويد فاكتور بوستيف زي ما احنا شايفين كده انه عندهم مور سيفير ارثرايتس. يعني لو حد عنده روماتويد ارثرايتس ولقيت عنده روماتويد فاكتور بوزيتيف معناه ان عنده وان اوف ذا بور بروجنوستيك فاكتورز ان عنده سيفير ارثرايتس. تمام؟ لكن اجين هو نون سبيسيفيك. نون سبيسيفيك ليه؟ لان انت زي ما هتشوف ايضا بوزيتيف في اذر روماتولوجيك ديس اوردرز. يعني مثلا في الاس ال اي 20% من حالات الاس ال اي عندهم روماتويد فاكتور بوزيتيف. الجيجرين سندروم 75% من حالات الجيجرين سندروم عندهم روماتويد فاكتور بوزيتيف. في حالات السيستميك سكلروزس 30% من حالات السيستميك سكلروزس عندهم روماتويد فاكتورز بوزيتيف. يبقى اذا هو نون سبيسيفيك ليه؟ لانه موجود في نورمال بوبيوليشن بنسبه 5%، موجود في حالات روماتويد ارثرايتس 75%، وموجود في اذر روماتولوجيك ديس اوردرز. لا ده كمان هزيد لك مش شعر بيت، كمان موجود في النون روماتولوجيك ديس اوردرز بيبقى بوزيتيف. يبقى كمان بوزيتيف في اذر نون روماتولوجيك ديس اوردرز زي ايه؟ زي البارابروتينيميا والهيباتيتس سي والانفكشن والمالجنسي. يعني دي حالات ممكن يبقى في عندهم روماتويد ارثرايتس روماتويد فاكتورز بوزيتيف اوفر ان هم ما عندهمش روماتويد ارثرايتس. يبقى اذا الروماتويد ارثرايتس هو قيمته بس انه بيساعد في تشخيص الروماتويد ارثرايتس، وبيساعد في انك تحط البروجنوسيس بتاع العيان دوت ان عندهم روماتويد فاكتورز بوزيتيف، يبقى معناه ان هم عندهم مور سيفير ديزيز. يبقى عرفنا هو الروماتويد فاكتورز الكيميكال نيتشر بتاعتهم وهاو تو انتربريت او ايه الامبورتنس بتاعه الروماتويد فاكتورز. اكتر حاجه خاصه اتكلم عنها هي الانتي سي سي بي، اختصار لي انتي سيترولينيتد بروتين. الانتي سي سي بي هو
يمكن ميزته اوفر روماتويد فاكتورز ان هو مور سبيسيفيك ذان روماتويد فاكتورز. يعني هو مور سبيسيفيك برضه موجود بنسبه 70% من حالات الروماتويد ارثرايتس، لكن كمان القيمه الفاليو الحقيقيه بتاعته انه كان بي بريزنت بيفور سيمتومز بتاعه الروماتويد ارثرايتس بحوالي 10 سنين. يعني ممكن عندك تعمل له انتي سي بي يطلع بوزيتيف، وعنده بقى كي ديفلوب روماتويد ارثرايتس، فلو لقيته بوزيتيف هو هايلي سسبيشس فور روماتويد ارثرايتس. ايضا اتس بوزيتيفيتي دينوتس بور بروجنوس، معناه عنده مور سيفير ديزيز. يبقى تاني الانتي سي بي مور سبيسيفيك موجود في 70%، ولو لقيته معناه ان العيان ده عنده روماتويد ارثرايتس اوف سيفير تايب، وايضا زي ما قلت لكم كان بريسيد السيمبتومز بتاعه روماتويد ارثرايتس. لكن زي ما قلت لكم احنا اجين الدرس اللي نتعلمه هنتكلم عن هذه الانفلاماتوري ماركرز، وهنتكلم عن الاوتو انتيبوديز، انه نيفر ايفر تو انتربريت لاب تيست سبيشالي نتكلم عن الاوتو اميون ماركرز بيسايدز الكلينيكال برزنتيشن. لا، لازم عندك الكلينيكال برزنتيشن وهو اللي يوجهك للاب تيست، مش انك تروح تطلب ليستد اوتو انتيبوديز وبعد كده تعملها انتربريتيشن. لا، لازم الاول انت بتحط السيناريو بتاعك ايه، الديفرنشال دياجنوز بتاع ايه، وبعد كده بتطلب اللاب تيست. كده تقريبا خلصنا زي ما قلت لكم الكي انترنس او الانترودكشن بتاعه الروماتولوجي. اجين الجزء ده هو ذا موست امبورتنت توبك في الروماتولوجي، لانه زي ما قلت لك بيظبط المينتاليتي، بيعمل لك مينتاليتي سيت هاو تو ديل وذ روماتولوجيك ديس اوردرز. تلاقي بعد كده الروماتولوجي بالروماتولوجيك ديزيز بقت حاجه سهله، احنا عرفنا الابروتش بتاعنا، عرفنا البيسكس اللي هنبدا نتخطاها او نخطو عليها واحنا بنتكلم عن روماتولوجيك ديس اوردرز. اجين ملخص الكلام ده تاني، انت لما يجي لك عيان بيشتكي من جوينت بين، لازم كلينيكالي من خلال الهيستوري اكزامينشن تجاوب على اربع اسئله. هل البين دوت ارتكولر ولا بيري ارتكولر؟ رقم 2، هل البين ده انفلاماتوري ان نيتشر ولا نون انفلاماتوري؟ ورقه ريدنس، هوتنس، سويلينج، ستيفنس، يبقى ده انفلاماتوري. رقم 3، البرزنتيشن بتاعك ده اكيوت بين ولا كرونيك بين؟ الاكيوت تفكر في حاجات زي التروما، تفكر في حاجات زي السبسس، تفكر في حاجات زي كريستال انديوست. الكرونيك تفكر بقى في اوستر ارثرايتس وارثرايتس كونكتيفز اوردر فاسكلايتس سو اون. واخر حاجه مهمه جدا هو الجوينت ديستريبيوشن، هل هو مونو ارثرايتس ولا اوليجو ارثرايتس ولا بولي ارثرايتس. مونو ارثرايتس تفكر في حاجه زي السيبتك ارثرايتس، كريستال انديوست تروما. الاوليجو ارثرايتس افكر حاجه زي ستيلز ديز، افكر حاجه زي الانكلوزنج سبوندلايتس. البولي ارثرايتس افكر بقى في الاذر ديس اوردرز زي اوس ارثرايتس روماتويد ارثرايتس وكونكتيف تيجو ديس اوردرز وفاسكلايتس. لازم من خلال الكلينيكال سيناريو انك بتحط في الاخر ديفرنشال دياجنوس، وبعد كده ابدا ابروتش الكلينيكال دياجنوس ده من خلال انفستيجيشنز. اتكلمنا عن الرول اوف جوينت اسبريشن وازاي يفرق ما بينه ما بين السيبتك ارثرايتس وما بين الانفلاماتوري ارثرايتس، دي حاجه مهمه. وبعد كده اتكلمنا عن الرول اوف ايمجينج وازاي الايمجينج تحط لي از كي بوينت اشخص بيها بعض الروماتولوجيك ديس اوردرز زي الاوس ارثرايتس والروماتويد ارثرايتس والجاوت، وهي الكي فايندز اللي موجوده فيهم. من الحاجات المهمه جدا اللاب تيستس الانفلاماتوري ماركرز والاوتو انتيبادز. واجين الانفلاماتوري ماركرز او الاوتو انتيبادز ما تطلبهاش الا في ضوء الكلينيكال سيناريو اللي انت شايفه والديفرنشال دياجنوس اللي انت حطيته عشان تقدر تعمل انتربريتيشن صحيح للتيستس بتاعتك. دي كانت الانترودكشن بتاعتنا. احنا بنتكلم اول حاجه هاو تو ابروتش روماتولوجيك ديس اوردرز. ان شاء الله نحاول ناخد بريك وبعد كده نبدا اول روماتولوجيك ديس اوردرز معانا وهو الاوستيو ارثرايتس. يعني 10 دقايق كده ان شاء الله نبدا الاوستيو.